For this example, in a non-magnetic region, يعني mu r equal 1 has electric field equal 4 sine 2 pi times 10 to the power of 7 t minus 0.8 x z volt لكل متر. المطلوب find فرع A epsilon r and eta, فرع B the time average power carried by the wave, وفرع C the total power crossing 100 سنتيمتر سكوير. هون أعطاك المساحة total power crossing 100 سنتيمتر سكوير of a plane 2x plus y equal 5. Now for this example, لاحظ شو معاك معطيات. الأربعة هاي تمثل E نود, 2 باي في 10 قوة 7 هاي تمثل أوميجا, البوينت 8 اللي هون تمثل إيتا تمثل عفوا بيتا, والأي زي اللي هون تمثل اتجاه الإلكتريك فيلد AE, ومن إشارة الماينس إكس نعرف اتجاه انتشار موجة إنها موجب AX, وكمان نعرف إنه this expression إما للوسلس أو فري سبيس لعدم وجود exponential minus alpha x بعد الاي نود, فاما اما يكون lossless او free space. طبعا كما كون حكينا كنا الماجنتيك ميو ار واحد لا يعني انه free space. عشان تأكد انه free space او لا, اما من قيمة ايتا انها تطلع معك ايتا نود, او ابسن ار انها تطلع معك واحد, او انه السرعة تطلع معك سي اللي هي speed of light in free space. فنيجي على فرع ايه عشان تقدر تحسب قيمة إبسلون آر. بنبلش بقانون بيتا. مدام عرفنا إنه المسألة يا أما لوسلس يا فري سبيس, فبيتا إيكوال أوميجا على يو. طيب يعني يو تساوي أوميجا على بيتا, وأوميجا اللي هي 2 باي في 10 قوة 7 على بيتا اللي هي 0.8. فإذا حسبت السرعة واليو سويتها بواحد على جذر ميو إبسلون, أو سويتها طبعا ميو نود إبسلون نود إبسلون آر, لأن ميو آر حكى لك واحد, واحد على جذر ميو نود إبسلون نود اللي هي سي, فصارت معك سي على جذر إبسلون آر. فبتحسب هاي القيمة 2 باي في 10 قوة 7 على 0.8, راح تلاقيها إنها لا تساوي 3 في 10 قوة 8. ساوي هاي القيمة ب 3 في 10 قوة 8 على جذر إبسلون آر وحاول حل إبسلون آر, راح يطلع معك انه إبسلون آر لا تساوي الواحد وانما تساوي 14.59, معناته الوسط اللي نحكي عنه it is lossless media. طيب فرع A الجزء الثاني إيتا, قانونه إيتا نود في جذر ميو آر على جذر إبسلون آر, يعني إيتا نود على جذر الإبسلون آر, وتساوي الإيتا نود اللي هي 120 باي على جذر 14.59. طمع قيمة إيتا 10 باي سكوير أوم, أو تساوي 98.7 أوم. فهي قيمة مقاومة هذا الوسط, والمقاومة أقل من قيمة مقاومة الهواء. طيب هيك نكون حلينا فرع A. فرع B the time average power, يعني time average pointing vector carried by the wave. time average pointing vector مدام الوسط لسلس فنحط القانون مباشرة. ففرع B نحكي انه ال P average القانون مباشرة كالتالي, انه E نود تربيع على 2 الماجنتيود لإيتا exponential minus 2 alpha z, كونه alpha قيمتها صفر وهذا كله بصير واحد,
في كوساين ثيتا ايتا، وكون ثيتا ايتا صفر فهذا الحد كمان واحد. في اتجاه انتشار الموجة اللي هو AX، واليونت وات بير متر سكوير. طيب E نود قيمتها 4 في 4 تربيع 16 على 2 في ايتا اللي طلعت ايتا اللي هي 98.7 اوم. فبصير البرج equal 16 على 2 في 98.7 AX. هذا راح يطلع الجواب equal 81 AX ملي وات بير متر سكوير. طيب فرع C the power causing 100 سنتيمتر سكوير of plane 2x plus y equal 5. أول شيء البلين 2x plus y equal 5، نحاول نطلع العمودي لأنه ال P average نحسبها هلا تساوي ال P average اللي حسبته بالفرع B dot A normal ds integration over S. فلازم نجيب شو ال A normal. هلا بالنسبة للمساحة ما أعطاك المساحة قديش في ال X وقديش في ال Y، حكالك إنه ال area equal 100 سنتيمتر سكوير، لكن هل الاريا كلها سقطت عليها الموجة بشكل عمودي ولا كانت الموجة سقطت بشكل مائل على هذه الاريا؟ اللي بيحدد اللي هو الـ A normal. فكيف نطلع الـ A normal لهذا البلين؟ الـ A normal يساوي gradient للـ F على الماجنتيود للـ gradient للـ F. فبدك تحول أول شيء معادلة البلين لفونكشن، فبصير البلين F equal 2x plus y minus 5. بعدين تيجي تحكي انه gradient للf راح يطلع معك 2 و 1 و 0، والماجنتيود لgradient of f equal 4 زائد 1 5 يعني جذر 5. فبصير الa normal equal 2 على جذر 5 ax زائد 1 على جذر 5 ay. فنجي نعوض هلا في القانون، لاحظ الـ A normal صار مركبتين X و Y، بينما الـ P average مركب واحد اللي هي X، فلما تيجي تعمل الـ dot product مركبة الـ Y راح تختفي. فبصير قانون الـ total power equal الـ P average اللي هي 81 AX ملي يعني 10 قوة ناقص 3 AX dot AX 1، فبنضربها باثنين على جذر 5 من A normal، نضربها في المساحة اللي هي 100 سنتيمتر مربع يعني 100 في 10 قوة ناقص 4. فبهذا الشكل بيطلع معنا قيمة الباور 724.5 مايكروت. لاحظ حتى لو أعطاك المساحة 100 سنتيمتر مربع فإحنا ما أخذنا مساحة كاملة، أخذنا 100 سنتيمتر مربع ضرب 2 على جذر 5 فقط، لأنه هذا الجزء اللي تعرض للموجة، الجزء اللي سقطت عليه الموجة بشكل عمودي، بينما الجزء الثاني كان parallel للموجة وبالتالي ما بيدخل في حساب انه عمل harvesting للباور اللي سقطت عليه. فبهذا الشكل نتعامل مع موضوع الباور and time average pointing vector. زي ما انتم ملاحظين موضوع الباور راح ينضاف كخطوة اضافية على الاسئلة السابقة، يعني بس تشوف شو نوع الوسط ويطلب منك المطالب اللي متعلقة في الوسط ممكن ينضاف لك على السؤال احسب الباور احسب البوينتينج فيكتور، او حتى ممكن يقول لك find the polarization of the wave، فبترجع للفانكشن وبتحدد انه الفانكشن مثلا لينير، هو راح يطلع معك لينير لانه one component، وتحدد انه هل هذا اللينير vertical ولا horizontal ولا مائل زي ما اشتغلنا في موضوع البولاريزيشن في السابق. فرجاء كل شيء قاعدين نتعلمه في شابتر 10 بنضاف على الفكرة العامة لأسئلة الشابتر. يعطيكم العافية.